محمد، السؤال ده انا عارف ان انت اتسالته من يوم ما مشيت من الاهلي. محمد فاروق اتظلم في الاهلي، لكن هل كان في اشخاص مش عايزه محمد فاروق يكمل في الاهلي بصراحه في النادي الاهلي؟ بص، هو انا وقتها طبعا يعني انا كانت العقليه بتاعتي كانت مختلفه زي دلوقتي. يعني انا دلوقتي طبعا الواحد الحمد لله يمكن نضج، وطبعا لو انا عقليتي دلوقتي زي عقليتي وانا كنت في النادي الاهلي، انا داخل النادي الاهلي وانا عندي 22 سنه، فلا كانت الدنيا اختلفت تماما. انا طلعت اتكلمت في الموضوع ده، قلت يمكن موضوع يعني وفاه والدي كان مؤثر فيا كتير، وطبعا هو كان صاحب قرار في حياتي، في حياتي، فكنت دايما بستشيره في كل حاجه. اكيد هو لو كان موجود كانت الدنيا اختلفت تماما. ساعتها انا خدت قرارات اللي هو يعني اتسرعت فيها. موضوع ان انا طلبت ان انا امشي من النادي الاهلي كان طبعا قرار مش احسن حاجه، قرار جنوني شويه بالظبط. حتى الناس هنا كانت مستغربه جدا. بس ف لا بس يعني انا كان في دماغي ان انا هرجع تاني النادي الاهلي، هيجي لي عرض تاني من النادي الاهلي، وده جه بس للاسف طبعا ما كملش نظرا للمفاوضات وكده. مين اللي كان جوه الاهلي اللي ما كانش مريحك ومش عايزك تظهر بالشكل ان عندنا لعيب جاي من مقاولين ممكن يبقى نجم من نجوم النادي الاهلي؟ بالفعل كان في اشخاص في الجهاز او من اللاعبين كان تأثيرها سلبي عليك شويه؟ انا لما روحت كان الجهاز كان جريدو، كابتن وائل جمعه، وكابتن وائل جمعه، وكان كابتن احمد ايوب، وكان كان في حد قبل كابتن وائل جمعه، كان الكابتن علاء. كابتن علاء ميهوب؟ لا لا، كان الكابتن علاء بصادق. علاء بصادق، كابتن علاء بصادق. كان الكابتن علاء بصادق كان موجود. و انا بصراحه انا ما شفتش حاجه وحشه من الناس دي كلها باستثناء جريدو طبعا. يعني كان خلافي دايما مع جريدو. ليه؟ انا ما اعرفش. انا هو مش حبك؟ هو كان عنده يعني عنده في شخصيته فيها شيء مش طب يعني مش انا بس اللي بقول كده، عشان بس ان انا ما حدش يفتكر ان انا مثلا بتجنن عليه، عندي مشكله معاه خالص. لا، يمكن هو بيكلمني وانا بكلمه عادي دلوقتي، بس هو كان عنده دايما باصص ان هو عنده نظريه المؤامره. لو في اي حد واثنين واقفين مع بعض بيتكلموا عليه، بعتقد ان هو بيتكلم عليه. في الاول انا بدات معاه كويس جدا، يمكن لعبت اول سوبر ماتش الكونفدراليه، كان سيوا سبورت، وبعدين السوبر مع الزمالك كسبت وبدات كويس جدا. فجاه لقيت نفسي يعني ماتش كان بدايه الدوري وطلعني بره السكور خالص. حتى اللعيبه ساعتها اتفاجئت، قال لي في حاجه انت عملتها بتاع. قلت لهم لا مفيش اي حاجه، طب انتوا بتهزروا، اكيد في حاجه غلط. فبدات بقى الايه الموضوع مشاكل. يبقى في مشاكل. بدأت واحدة واحدة ان انا اتمرن اكتر، اثبت نفسي اكتر. حسيت ان انا هو دخلنا في نفق مظلم بقى، مفيش فايدة. بالظبط، اللي هو مفيش فايدة. حاولت ان انا اتكلم طبعا مع كابتن علاء، وهو فضل يقول لي اصبر وكمل زي ما انت ماشي، وان شاء الله باذن الله تجيلك الفرصة تاني وبتاع. ساعتها بقى زي انا ما بقول لك كده، انا التفكير وقتها ساعتها ما كانش احسن حاجة. لا عايز خدت القرار ده، وكان قرار طبعا انا بعتقد ان هو قرار صبياني، ما كانش قرار فيه حكمة. يعني كافي ان انا اقدر ان انا، لكن بالنسبه للعيبه، بالنسبه للجهاز، الجهاز، الناس هناك كانت كويسه، ما كانش في اي حاجه، ما كانش التريكات العاديه مع المدير الفني كاي لاعب ما بلعبش. ليه؟ هي بالظبط، هي كانت مشكلتي كلها. صغير وعصبي شويه في المعامله مع